يا مرحبا، اليوم معنا مجموعة من الأيردروبات أبكى من أيردروب مؤكدين إن شاء الله وباينانس لابس داخلة فيهم. راح نشوف طريقة التسجيل مع بعض. هاي الأيردروبات ممكن ما بين 500 وما فوق، يعني كربح صافي ممكن 1000، 2000، 3000، 5000 دولار على حسب كل واحد كيف طريقة شغله في الأيردروبات. فيلا بينا على الشرح. وقبل البدء لا تنسوا بدعم المشاركة وتفعيل زر الجرس وتعالوا قناة التليجرام للتحديثات. بعد ساعة من الآن بكون لايف على قناة التليجرام لأي سؤال أي تحديث بخصوص الأيردروبات والكريبتو بعامة. تمام، أول شيء خلونا نشوف الديمين. راح نبتدي به الديمين نتورك، طبعا هذا إيميلات داخل الشبكة الخاصة بهم. راح نشوف طريقة التسجيل مع بعض للناس الجدد والناس القديمة عشان تعرفون التغرار اللي راح أخبركم عليها. هنا يقولك ديمين نتورك proved of our community، مهم كل هذا. There has been lot of okay native token، راح يكون plain airdrop وناتيف توكن متى 4/1/2024. ديستريبيوت التوكن راح يكون والايردروب كونفيرم يوم 4/2024. معنى 4/2024 من شهر 1 الى شهر 3 سنة 2024 راح يكون توزيع للتوكن الخاص بهم عن طريقهم. تمام، فلتسجيلك في هذا الموقع شو راح تحتاج؟ ميتا ماسك طبعا، وراح تحتاج يعني الشين هذه، عندك باين سمارت شين، عندك زيكسن إيرا ولينيا، يعني جميعهم، والسكرول راح أخبرك عفوا شو اللي ممكن تشتغل عليه وشو اللي لا. طبعا أول شيء لازمنا الميتا ماسك، أوكي راح أسوي كونكت للمحفظة أمامكم، وبعدين راح نتفق على شيء مهم جدا، ركز معي. فبتعطي السينياتشر وننتظر. فأولا راح تيجي لعنوانك، هنا راح تحصل إتريوم مانت، باينانس سمارت تشين مانت، زيكسينك مانت، لينيا مانت، او بي بي ان بي، مانتا، سكرول والبيز، وزيتا شين تيست نت، والبوليجون والكي سي سي مانت، اوكي. وهي الاشياء هذه اللي ما وزعوا الايردروب ايش هما؟ اللي ما وزعوا هما زيكسينك مانت ولينيا والاو بي بي ان بي والمانتا والسكرول والبيز والزيتا شين. بوليجون مانت وهي الاشياء والبي ان بي والاتريوم ما نريده خلاص. فاذا انت اول ما تدخل راح تختار لاي شبكه واحده فيهم، اي واحده. مثلا انا اوريدي عندي في زيكسين مانت يعني دومين نيم بالمجان طبعا، وعندي في لينيا، وعندي في الاو بي بي ان بي، وما عندي وعندي في سكرول بيس، ولكن ما عندي في في هذا مانتا. راح اضغط انا على المانتا، انت سوي اللي تريد، ولكن الشبكات اللي خبرتكم عليها لانه ما عندكم فيها الايردروب. ليش؟ راح اخبركم بعد شوي. لما تضغط تكون على الشبكة نفسها في الميتا ماسك راح تبين معنا بهذا الشكل. يكون معاك شوية رصيد، انا هذا اللي معي رصيد. تمام، شو راح نسوي؟ راح نروح على بري سيل، نضغط عليها. هنا يقول لك من 8 الى 11 حرف او رقم راح يكون فري منت، ولكن من 4-7 لازم تدفع هالرسوم 9 دولار الى 199. احنا نريد فري منت. مثلا انا بختار ارقام، ولا خليها كريبتو أليرت 777888. فالأحرف ما يقبلها. تمام، خلينا نشوف أرقام 177788999. سوي سيرش، إذا حصلت هنا لوك باي إذا أفيلابل راح نضغط عليها بهذا الشكل، ننتظر. طبعا راح يبين معاك هنا زيرو إيتر يعني فري، راح نعطي كونفير. تمام، ننتظر وراح يعطينا 500 بوينت. اوكي ركز معي شو راح اسوي. ننتظر لحظات، كونفيرم. فعموما انا غيرت فقط، اسمعوني عشان تفهمون، غيرت فقط الشبكه الى شبكه اخرى، هاي الار بي سي الخاص بي لازم اغيره، ما اريد انا اضيع وقتي في يعني في التغيير، فغيرت فقط الشبكة إلى أوبي بي إن بي. تمام، وصار معي كم دومين، هذا هما الدومينات اللي عندي. أريد أنا عندي، أنت يكفيك واحد فقط. فقط للشرح، أنت راح تختار أي يعني شبكة من غير باينانس سمارت تشين، ولا تريد تسويهم كلهم أوكي، ولكن اللي راح ترسل فيها الرسائل اختار اللي مثلا ما عندك فيها ترانزاكشن كبير. ليش؟ لأن كل ترانزاكشن تسويها تدعم الشبكة داخل، يعني بيطلع لك كم ترانزاكشن. تمام، مثلا على سبيل المثال خلينا في الاو بي بي ان بي بالنسبه لي، لانه انا عندي رصيد. ركز معي، لازم يكون معك شويه رصيد حق الفيز عشان تبعث المساجات. تمام، بعدها راح تيجي هنا اكسس او عفوا
راح تروح على البوينت، اوكي هذا هو مجموع البوينت الخاص بي حاليا. طبعا انت راح تشتغل على جميع الشبكات لانه هنا في شروط، ساند ايميل باي بي ان بي شن، لازم تكون على شبكة البي ان بي، هنا لازم ترسل ايميل على شبكة زيكي سينك شن، وهنا ستارك نت شن، ولينيا او بي بي ان بي والمانتا، وانت رايح وانت نازل كل ما تبعت على شبكة يوميا، اوكي يوميا يعني ديلي، يوميا تدخل تسوي هاي الحركات. تمام، هنا عندك اوكي الانفايت فريند اذا تريد تجيب اي حالة. تمام، بامكانك الان يا تروج لايردروب، عندك مهم جدا تشوفه مهم تروج بسند ايميل، وراح اعطيكم ايميلات هذه جبتها من عندي، ايميلات يعني مستهدفة وفعالة جدا لكي يعني يدخلوا برابط احالتك، يعني التسويق غير مباشر، ومنها انت شغال في الايردروبات وشغال في يعني تطلع مش الفوليوم، طلع ترانزاكشن خاص بك في الشبكة، ومنها هذاك الشخص اللي راح يستقبل الايميل راح يفتح الايميل خاص بك ويدخل عن طريق رابط احالتك، ومنها تتأهل في هذا الايردروب اللي راح يكون في الكواترو 1، يعني ثلاث عصافير بحجرة واحدة. ركزتوا؟ تمام، خلونا من هذا كله راح ننتقل الى ساند ايميل بي ان بي. تمام، راح نضغط هنا بي بي ان بي شين كومبريس. تمام، شو راح نسوي الان؟ راح نقلب الشبكة الى بي ان بي، لازم نكون على شبكة بي ان بي عشان يحتسب معانا. اوكي، هنا باينانس منت. تمام، معي $1.72. اذا ركز معي هنا عندنا الحق يوميا 40 مسج فقط، ديلي ليميت 40 مسج. تمام، هنا تو راح اخلي لك هذا الرابط، اوكي هاي الايميلات المستهدفه في جيف اواي، دائما انا احب اشتغل خارج الصندوق. تمام، هاي جيف اواي كانت في احدى المشاريع وحطون الناس مؤهله، واخذت باخذ الايميلات عشان اسوق عادي جدا. تمام، باخذ هنا كوبي اول ايميل، وبعدها منتقل الى هنا تو، احط هنا سابجكت. سابجكت ركز لي على الايردروب المهم في القناه، انا اعطيك بمثال ولكن انت اللي تشوفه مهم عندك ابعث لهم مسج. فخلوني عشان ما نطول في وقت شرح الفيديو، راح نبعث لي هذا، يعني هذا عندي اشوفه مهم بي تي سي دومين، راح اسوي الاول شيء يعني سابجكت هنا سينج اب تو كذا كذا تو جيت دومين. ماشي، نرجع ناخذ يعني من هنا، انت ما تطبق مثلي، انت شوف الايردروب اللي تشوفه مناسب لك. تمام، عشان اعطيكم الخطوات. اوكي، ونيجي هنا ونحط العنوان كوبي لينك. خلاص، تريد تخليه احترافي شوي بامكانك تسويله بهذا الشكل، ما ادري ايش فيه، استنوا. خلاص، يعني التعديلات هنا تسوي البولد، وهنا لينك عشان الشخص لما يدخل فقط يدخل بهذا الشكل، يعني ما يسوي له كوبي ويروح للمتصفح وهكذا. وخلاص، وارسال عشان ما نطول. سند، راح ندفع بالبي ان بي، تحتسب لنا نقطة، جبنا احالة اوكي، وطلعنا ترانزاكشن. هاي اول خطوة بي ان بي. تمام، راح ندفع هذا الفي 0.04 كونفيرم. مين اللي راح تسوي فيه المهام كثيره؟ فيزيكي سينك، يعني اللي في الايردروبات. ننتظر لحظات ونشوف اذا راح يعطيني هنا واحد، هاي شايفينها واحد، وين الماوس عندي؟ يعني لازم 40 مسج، ولكن مش فقط في يعني في الموقع هذا، في عفوا في الشبكه هذه، تراني مش مركزه كثير. فنرجع الى الهدايا هنا بوينت، هاي صاروا معي 1610. احنا اول حاجه سوينا سند، خلاص كومبليتد، وعطاني 30 نقطة. نرجع إلى زيكي سينك شين، راح يعطيني 100 نقطة. فإذا راح نختار هنا شبكة زيكي سينك مانيت. ركز معي يا أخوي، والله الثغرات ما يعطوك إياها، أنا دايما أحب أفكر خارج الصندوق وأفكر بصوت عالي، يعني أقولها للناس كلها، اللي يريد يشتغل يشتغل والباقي على الله. خلاص، احنا سوينا سويتش، نشوف إذا عندي رصيد. رصيد في زيكي سينك إيرا، قبل ما أسوي أي خطوة لازمك رصيد. خلاص عندي، إذا برجع هنا راح أخذ عليها كم بوينت؟
مية، تمام. راح نضغط هنا نرجع. أوكي، نروح الآن إلى هذا اللي راح أخليك أشوف عنوان آخر، كوبي تو هنا، وبعدها سابجكت راح أشوف إيردروب آخر على سبيل المثال هذا الإيردروب، ونرجع نحط هنا أول شيء الكلام، وبعدها ركز معي نخليه بهذا الشكل كلام كبير. وهذه رابط الإحالة الخاصة بي، شو راح أسوي لها؟ عشان فقط تسوي لها كليك من هنا لينك سيف عشان يبين له اللينك، وهنا كذلك ما حد راح يخبرك هاي الأشياء الصراحة. استنوا عفوا عشان خلاص خلص هذا الشرح، أروح على شروحات أخرى. الآن صلنا 11 دقيقة ولستنا في هذا الشرح. أوكي، نسوي كوبي ونجي نحطها في سابجكت. أوكي، وبعدها سنت راح ندفع فيز بيزيك سينك إيرا، مثل ما خبرتكم نستغل سيكي سينك ترانزاكشن عالي بوانت حق الديمايل وترويج للإيردروب الخاص بك. خلاص سنت، بيوصلوا للإيميل وبيوصلوا وين؟ بيوصلوا إنبوكس، يعني هذا اللي أنا مدفوع، فاهمين؟ خلاص أنا بخلص هنا لحد هنا، ونشوف كم الآن عندنا نقطة، هي اثنين. لازم تكمل 40 يوميا عشان تاخد نقاط حلوة. فنرجع إلى النقاط، هذا هما النقاط 1710، هاي بينت معي كومبليت، وتنزل عليهم كلهم. خلاص تمام أوكي، ومعنا خلاص الإيثر ماي كذلك باينانس لابس داخلة فيه وقريب الانطلاق. أنا معي 48 افيلبل، يعني اقدر اسحبها، ولكن توتال 70,000، فصعب شويه. لازم كل اللي داخل معي يكون فيريفاي، يا على ما اذكر لانه زمان، يا بيكون عنده دومين نيم اي ان اس او شيء تاني اخر كان ما اذكر بالضبط، ولكن هذا اللي كان انا بالنسبه لي كده سويت بدومين نيم اي ان اس. تمام، كذلك عندك هنا كومبريس، ممكن تبعت مسجات تاخد عليها نقاط، وهي الايميلات راح اخليك اياها، ولكن لا تكتر هذا، لا تكتر فيه لانه يعني مش مدفوع، مجاني، عشان ما يحبسولك يعتبروك سبام. اوكي، ما تكتر فيه، يعني 3-4 في اليوم خلاص، ركز معي. خلاص راح اخليك الرابط، ومعنا هذا الموقع شبيه بالدي مايل. اوكي، شبيه بهذا، تمام، شبيه كذلك بوانت يومي تدخل له. لسه عندنا المايل، تمام، لسه ما في. اول ما تدخل راح تضغط هنا، عندك تشيكين يوميا، تمام، هنا راح تضغط على تشيكين، تشيك ان يوميا، وننتظر. هذا خلاص اعطانا، هذه لساتي قدامكم، لساتنا ما عرفناها شو هي. راح اسوي اوبن، شوف. اوكي، نرجع مره اخرى، اوبن يمكن هنا، نشوف اوبن. هذه مانت ناو، يعني بمبالغ فما انصح فيها. تمام، عندك ريفرال، عندك فريمنت، نشوف هاي الفريمنت ايش هي، نضغط عليها. فعندنا ستامب، اوكي، عندنا كذلك الفريمنت، اذا ضغطت عليها يمكن انا سويتها زمان، لازم تكون على شبكه سيكسين ايرا، وننتظر لحظات، ننتظر لانه المايل لساته كمان سون، راح ندفع هذا الفيز كونفير. اوكي، صار معي 49 ايميل. هنا يقولك شير يور لينك لارن 3.88 ايثريوم ريورد، تمام، سوي له شير. خلاص عندك هنا الانبوكس، لسه هنا المايل سون، كذلك لازم تدخل يوميا تسوي عشان تجمع البوينت. لما افهم اكثر راح اعيد شرحه بفيديو قادم. كذلك معنا هذا الموقع، يعني باينانس لابس داخلة فيه. أول شيء عند دخولك أنت كجديد، لأنه إحنا أخذناه من زمان بالمجان، جديد راح تدفع 0.2 سنت من عملة البي إن بي، راح تسوي مانت أي دي باس، وبعدين راح تسوي كومبليت بروفايل. بروفايل ضروري تروح ماي بروفايل هنا، أوكي، وتسوي البيانات الخاص بك، إيديت بروفايل، تحط السوشيال ميديا الخاصة بك، تمام، وخلاص. وبعدها تنتقل لهذا الموقع، اوكي، راح اخليك اياه. ويوميا تيجي تسوي جي ام عشان تاخذ البوينت، تمام، تكتب هنا جي ام تاخذ البوينت. ومعنا هذا الموقع كذلك يوميا تدخل له اركانا. طيب هنا عندنا الاكونت،
تمام خاصة بنا، وهنا عندك الريورد ماي أركانا راح تحصلها. عندك يوميا تاخد 500 BTC، أنا مجموع عندي 41,000 فكلين بوينت، تمام راح ينضاف عندك هنا خلاص. يعني يوميا ادخل انت جمع فقط هنا، وشوف اذا في ميشنز وفي اشياء هنا ممكن تسويها عشان تاخذ هاي الاشياء كبرى. راح اخلي لكم الموقع تكتشفونه. وعندنا اخر موقع، لانه عندي كثير مواقع ما اقدر اشرحها مثل ما خبرتكم فيديو واحد، كذلك هذا دعمها باينانس. يوميا تدخل، انا عندي 155، يوميا تدخل تسوي هنا كليم، استنوا اراويكم هنا، تحصل كلمة كليم يوميا كل 24 ساعة. كذلك هذا الموقع حق الألعاب، لازم ستريمات في الستريم طبعا، إذا تعرف تلعب بابجي وهاي الأشياء اللي موجودة هنا، فعندهم تشالنجات بالعملة خاصة بهم. وبهذا الشكل نكون خلصنا شرحنا اليوم، أتمنى أكون استفدتم معي في هذا الشرح. بعد شوية بطلع لايف، مع السلامة.